بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما إلا رب العالمين.
الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني اليوم بتلاوتك العجيبة يا شيخ. بارك الله فيك. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما ربي أدني حكما وألحقني بالصالحين واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني من ما شاء الله الشيخ صلاح محمد سليمان جزاك الله احسن الجزاء في الدارين واطال الله عمرك. الله
واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت إذا السماء الله الذي خلقك فسواك
كف غزلت في أي صورة ما شاء ركبك صدق الله العظيم.